أمل في المستقبل وأمل في الحياة وأمل بغد تشرق الشمس فيه من جديد، ولأن الحياة مستمرة فلا بد أن يكون هناك بصيص أمل. عندي أمل حملة أطلقها تلفزيون الآن على مواقع التواصل الاجتماعي لبث الأمل في نفوس كل من عانى ويلات الحروب والجوع والحرمان. تلك الحملة التي بدأت في أول أيام شهر رمضان المبارك جاءت بمشاركة من الفنانة السورية فدوى سليمان بطلة مسلسل أمل الذي أنتجه تلفزيون الآن العام الماضي، أنتج جزءه الأول حينها. وعلى صفحة تلفزيون رسمية على يوتيوب سننشر كل يوم مقتطفات جديدة لبطلة مسلسل أمل ولحوارها مع المحقق داخل سجون الأسد. طلعنا على أساس سلمية وتحولت إرهاب. مين اللي حولها لإرهاب؟ مين اللي وجه الرصاص الحي ضد صدور الناس العزل؟ مين اللي قتل الناس بالهاوي والدبابات والطيارات والبراميل؟ ما قتلتوا الأطفال بالكيماوي والنابالم والسلاح المحرم دولياً؟ مو هجرتوا الناس من بيوتها؟ مو سرقتوا أرزاقها؟ لك أنتم ملوثين بالدم من ساسكم لراسكم. كذمال هيك عم قلك ما رح يتصلح شي. لا بيتصلح، وفينا نغير الواقع، فينا نوقف هاي الحرب يلي عرفنا كيف بلشت، بس ما رح نعرف كيف رح تنتهي، ولا لمصلحة مين ولا على حساب مين. لا فينا نغير النهاية، بس هاد ما بيعتمد علي. إذا أقريت تحت التعذيب باللي بدك إياه وسجلت كم كلمة ضدي بمحضر التحقيق، هذا بيعتمد علي وعليك سوا. فينا نغير الواقع وفينا نبدأ صفحة جديدة، وفيني سامحك كمان. بدك تسامحيني مقابل شو؟ انت وانا سوا؟ ايه فيني سامحك ونبدأ صفحة جديدة، فيني اقول لك كيف كمان.